السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كامل بكم تكونوا بصحه وسلامه. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم حنا قدام هذا الدار، مولات هذا الدار عيطت لينا باش نجيو نشوفوا الدار ديالها ونصوروها لها ونحطوها تباع باذن الله. هذا الدار جات في الجيراري، كيف ما كتشوفوا هذا هو الحي اللي جات فيه، جات قريبه للصيدليه الجيراري، قريبه للطوب الجيراري. كيف ما كتشوفوا هذا هو الموقع ديالها، جات وسط الديور. هانتوما كتشوفوا معنا حداكم بقل، هو ملاصق مع الدار. ودابا ندخلوا نشوفوا الدار باذن الله. هاد الدار كيف ما قلت لكم فيها 100 متر، حنا غادي ندخلوا نشوفوها على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معنا، مع الدخله ديال الدار كنلقاو باب الكبيره، عاد الدروج، عاد باب صغيره ديال الدار. مع باب ديال الدار كنلقاو سيجور كبير، هذا هو وسط الدار. كما كتشوفوا مالي الدار عاملين هنايا كانابي بالطبله ديالو، تقدروا تعملوا صاله مونجي، يعني ليكم اللي تعملوا كانابي بحال هيدا، يعني ليكم حريه الاختيار. كما شفتوا هذا هو المقعد، نوريكم السقف ديالو، هو هذا. كما كتشوفوا وسط الدار واسعه وكبيره. دابا ندخلوا نشوفوا البيت الاولاني، هذا هو البيت الاولاني، انا نوريه لكم كيفاش عامل. كما كتشوفوا راه واسع وكبير، يعني هنايا عامله سداري جوج سدادر وعامله مضربه جوج، يعني راه واسع وكبير بيت تبارك الله ما شاء الله، يعني راه كبير. تقدروا تعملوه بيت العواول، تعملوه بيت نعاس، يعني ليكم حريه الاختيار. نوريكم السقف ديالو حتى هو كيفاش عامل. دابا نخرجوا نشوفوا الدار، البقيه ديال الدار. كما كتشوفوا مع المقعد شفنا البيت الاولاني وهذا البيت الثاني، حنا غنشوفوه هنا مالين الدار عاملينو صاله. كما كتشوفوا ها هي كبيره الصاله حتى هي، هذه الصاله الاولى وباقا الصاله الثانيه. كما كتشوفوا راه كبيره وواسعه، شوف شحال السداد تبارك الله، يعني راه واسع البيت. نوريكم السقف ديالو. كما كتشوفوا راه بيت واسع وكبير تبارك الله ما شاء الله، يعني راه تجيكم صاله هنايا. هذه هي الصاله الاولى وباقي موطع اللي فيه الصاله الثانيه، حنا غادي نمشيو نشوفوه. كما كتشوفوا هذا وسط الدار، حتى هو عاملين فيه هنايا كانابي بالطبله ديالو. يعني الدار تبارك الله واسعه وكبيره ما شاء الله، يعني تجي للعرايد. كما كتشوفوا قدام الكنبي كاين كوزينه، هذه هي الكوزينه ديالنا. كما كتشوفوا حتى هي واسعه وكبيره، نوريكم كيفاش عامله. كما كتشوفوا وسط كوزينه كاين عندنا مالين الدار عاملين ضوايا،
هذه هي الضوايا ديال الكوزينه، كتخرج لكم التهويه ديال الكوزينه، ما كتبقاش الريحه وسط الدار. كما كتشوفوا الكوزينه واسعه وكبيره، وفي وسط الكوزينه كاينه هاد الطاقه. انا غنوريكم عليها اش كطلل، كطلل على بيت، على بيت، وبحق نتوما تقدروا تسدوها، يعني ماشي ضروري تخليوها. هذا بيت نعاس هنايا، ودابا غنخرجوا نشوفوا هاد البيت اللي طللنا عليه من الكوزينه. ها هو مالي الدار عاملينه بيت النعاس، ها هو تا هو واسع وكبير ثم كيف ما كتشوفوا. ها هو سقف البيت كيفاش عامل، ثم كيف ما كتشوفوا البيت راه واسع وكبير، يعني تجيكم فيه كاما، بيت النعاس، ماريو، كوكيتال، كوكيتال الحلاقه ديالو، يعني راه كبير وواسع تبارك الله البيت. كيف ما قلت لكم فيه طاقه، بحق نتوما تقدروا تسدوها، يعني لكم حريه الاختيار. نوريكم الوسعيه ديال الكوزينه من هنا، ها هي تبارك الله واسعة وكبيرة تبارك الله، يعني غادي تجيكم فيها بوطة، كوزينيا، فران، ميكرو اون، ثلاجة، ممكن تصابون اذا بغيتو تعملوها هنايا، حيت هما راه عاملين موطع ديال التصبين وعاملين بيت ديال التصبين في السطح. من بعد نطلعو ونشوفوه. كيفما كتشوفوها هو وسط الدار، كيفما قلت لكم راه واسع وكبير تبارك الله، تجي جلسة اخرى هنايا، يعني هاد الدار والله العظيم صالحة للعرايد. دابا ندخلو نشوفو الصالة الثانية، حيت شفنا الصالة الأولية ودابا غنوريكم الصالة الثانية. كما كتشوفو تبارك الله مولات الدار مهلية فيها، كلشي متول، كلشي نقي تبارك الله ما شاء الله. هذه هي الصالة الثانية كيفما كتشوفو معانا، هي واسعة وكبيرة. نوريكم السقوف ديال الصالة، هو هذا يعني تبارك الله الدار كبيرة ما شاء الله. وكيف ما شفتو معانا الصالة مقابلة مع المقعد، موطع د الكنابي، وكنابي الاول وكنابي الثاني، تبارك الله الدار كبيره 100 متر، يعني الله العظيم الا مفصله غزاله. دابا نطلعوا نشوفوا السطح باذن الله، نوريكم الدريجات، هادو هما الدروج اللي كاينين وسط الدار. نتوما نوريكم فينيسيون الدار كيفاش عامله، كما قلت لكم هاد الدار فيها 100 متر، جات في الجيراري، قريبه سطوب الجيراري، يعني قريبه للمدينه بزاف. كيف ما شفتوا معنا هذا هو السطح، كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو السطح تبارك الله واسع وكبير. كيف ما قلت لكم راه عاملين هنايا بيت الصابون، ها هو عاملين فيه ماكينة الصابون، هذا مطعة الصبين، ومع مطعة الصبين كعاملين بيت. اللي باغي يتهنى من صداع تحت يطلع هنايا ويرتاح، ها هو بيت هادي وكالم. نوريكم كيفاش عامل البيت، ها هو تا هو رجا واسع وكبير، عاملين فيه جوج كامات. كما قلت لكم كبير تبارك الله البيت،
ودابا نخرجو نشوفو الكمالة ديال السطح. كما كتشوفوا هذا هو السطح ديالنا، كما قلت لكم راه كبير وواسع، يعني السطح فيه 100 متر. كما كتشوفوا مولات الدار تبارك الله هنايا عامله محاباق مهالي هنايا، يعني يمكن لكم تزيدوا الطابق الثاني، يعني لكم حريه الاختيار. هذه الدار حره. هنايا كما كتشوفوا كاين بيت اخر حتى هو عاملين فيه كاما، حتى هو كبير. وهنا كنجبرو بيت اخر، بيت وسط بيت، هنايا كنظن عاملينو بيت تخزين، بحال بيت تخزين. يعني تبارك الله راه الدار كبيره وواسعه وديال العائله الكبيره. ويعني راها جات قريبه للمدينه، يعني ما بعيداشي. وهذيك هي الضوايا اللي كانت في كوزينه اللي قلت لكم راه الضوايا ديال الكوزينه. كما كتشوفوا هذا هو السطح ديالنا كبير وواسع. مرات الدار تبارك الله عامله محبقات هنايا. وهنا كنجبروا الطواليط، نسيت ما قلت لكم شي، راه حتى السفلي حتى هو فيه طواليط بحال هذه، جات معبب يعني في الدار فيها جوج طواليطات، طواليط لتحت مع حدا الدروج وطواليط في السطح. وهذا الدار كيف ما قلت لكم فيها 100 متر، جات في الجراري. وهذه هي الدار اللي فيها 100 متر، جات في الجراري حدا سطوب الجراري، قريبة للمدينة، قريبة للمحطة، قريبة للبلايا، قريبة لجميع المرافق اللي ديال المدينة. مولاتها كطلب فيها 88 مليون. اذا عجبتكم وبغيتوا تشوفوها مرحبا، عيطوا لنا في الرقم اسفل الفيديو وان شاء الله ما يكون غير الخير. واللي شاف الفيديوهات ديالنا وعجبوه هادشي اللي كنديروا وبغى نصوروا له الدار ديالو نحطوها تباع حتى هو، مرحبا، ما عليه الا يتصل بينا في الرقم اللي اسفل الفيديو وان شاء الله ما يكون غير الخير، واللي مكتبه له في الرزق هو اللي غيديها. كنتمنى تعاونونا بجيم وابوني وبارطاجي، والله يجيب التيسير لكل واحد فيكم. نهاركم مبروك.